نشط مدرب المنتخب التنزاني ماكواسا ندوة صحفية بمقر الاتحاد التنزاني لكرة القدم، أكد من خلالها جاهزية أشباله للقاء الخضر. بالمقابل وصل الناخب الوطني كريستيان غوركي في سقطاته وغاب عن الندوة الصحفية ورفض الاستجابة لطلب التنزانيين مخالفا لوائح الفيفا. جاهد مع كمال محوي. في حالة دخول لاعب جديد إلى الملعب قد يقدم أداء أفضل من الأساسي، لهذا أؤكد أنني أحترم كل لاعبي الجزائر وأؤمن أن المباراة ستكون صعبة للغاية بغض النظر عمن سيشارك في هذه المباراة. من حق الأنصار الحديث عن أي نتيجة يريدونها وحتى نتيجة 5-0. في المرة الأخيرة أنصار المنافس توعدون بالهزيمة ب5-0، لكن المباراة انتهت بهدف لصفر. هذه هي كرة القدم. هذا وانطلقت عملية بيع التذاكر بالمباراة التي تجمع الخضر والمنتخب التنزاني بدار السلام غدا السبت وسط إقبال مقبول، أين تباع التذاكر على متن سيارة متنقلة. عملية بيع التذاكر الخاصة بلقاء المنتخب الوطني ونظيره التنزاني انطلقت صبيحة اليوم، وإقبال مقبول من الجماهير التنزانية على هذه السيارات المنتشرة في كل مدن دار السلام، ومن المنتظر أن يكون جمهور غفير بالملعب. كما المهوي، تلفزيون النهار، تنزانيا، دار السلام. كما عبر التنزانيون عن تفاؤلهم وقدرتهم على الإطاحة بالخضر متوعدين رفاق سليماني بثلاثية تاريخية ويكون نصيب نجمهم صماطة ثلاثا منها. تفاؤل كبير يسود الجماهير التنزانية هنا في العاصمة دار السلام، خاصة أن رفقاء صماطة لم يسبق لهم أن انهزموا في هذا الملعب منذ أكثر من عامين. إذن هي مباراة ستكون ساخنة على المدرجات، ونتمنى أن يكون الخضر في الموعد. كما المهوي، دار السلام، تنزانيا. أذا وصنعت مواجهة الخضر وتنزانيا الحدث في الصحافة التنزانية، حيث تصدرت مختلف صفحات الجرائد التنزانية خاصة الحديث الحصري الذي كان لتلفزيون النهار مع النجم الأول للمنتخب التنزاني صاماطة بسبب رفض هذا الأخير على الدوام. الحديث لوسائل الإعلام كما نتابع مع زميلنا كمال. تصدرت مباراة المنتخب الوطني ونظيره التنزاني عناوين الصحف هنا في دار السلام سواء الرياضية أو الشاملة، كما تصدر أيضا الحوار الذي خصنا بها صامت الصحف الأولى وصنع الحدث بما أن اللاعب معروف بعدم حديثه مع وسائل الإعلام. كما المهوي، تلفزيون النهار، دار السلام، تنزانيا.